والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتشرف في يومنا هذا باستضافة الشيخ الدكتور محمد زايد العتيبي في محاضرة عنوانها الاعتزاز بالدين، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بعلمه، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة الاعتزاز بالدين. الدين هو العزة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. الضعف، الهوان، حال كثير من الناس اليوم، حال كثير من المسلمين اليوم. ربما يعني يستحي أنه يقول أنا مسلم في بعض الدول، وأحيانا يحرج الإنسان ويستحي أنه يظهر بعض بعض شعائر دينه. أخرجنا الله عز وجل به، مثل ما قال ربعي بن عامر لرستم: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. انظر إلى حال كثير من الناس، وربما يكون من قد أخذ أعالي الشهادات. لا يعرف ربه، بل ربما يعبد صنم وحجر وقبر وضريح.
أنا على الدين الذي سيعلو على الأديان كلها وستكون العاقبة له، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، سيظهر على الدين كله. وما من بيت من حجر ولا مدر إلا وسيدخله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعز عزيز أو ذل ذليل. كيف لا أفخر وكيف لا أعتز بهذا الدين؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره. اعتز بهذا أن العاقبة لهذا الدين، مهما فعل الكفار، مهما بذلوا، مهما حاربوا ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، نشروه ودعوا إليه. هذه سنة الله عز وجل فينا،
هذه سنة لا تتبدل ولا تتغير. أنت الذي تنجو بنفسك إن خدمت. الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الدين يجعل الإنسان حر، حر من التعلق بالآلهة، حر من التعلق بالمخلوقين، تعلق بالله عز وجل وحده. لذلك يجد الإنسان مع الدين عزة وكرامة، فهو لا يتعلق بشخص لأجل لكن الشخص الآخر اللي معتز بالدين، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. قال إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. اللي يعتز بالدين، يريد خدمة الدين بأي مكان كان.
الحراس، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إذا شفع لم يشفع، وإذا أذن لم وإذا استأذن لم يؤذن له. لماذا؟ لأنه لا يبحث عن مكانه، ما يبي يكون معروف، يعني مو هدف إنه يكون معروف أصلا. حال كثير من الناس اللي يبحثون عن الشهرة بكل شيء. شيء جعلنا أمة عدولا وسطاء خير أمة، كما قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وسط في العقيدة، في العقيدة في الله، في العقيدة في الملائكة، في العقيدة، وسط في حتى في الأحكام الشرعية بين اليهود والنصارى. صار ومن ذل الدنيا أو كذا، تعلق بالدنيا، ها هذه ذكرناها، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. الثالثة نبي، ها الثالثة ضرورية لازم نجيبها، ها دورها يا شيخ.
جئنا لنخرج العباد من وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قالوا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يجد الهدوء والراحة والسكينة، تصيب مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويحتسب. لا، وقد يصل الحال بالمؤمن لأنه يشكر الله عز وجل على هذه في مظهرهم، في لباسهم، في طريقتهم، هذه علامة محبة لهم أصلا، وعلامة أنك ترى أنهم أرفع منك وأنهم لهم مكانة. ذلك أن النفس دائما تتعلق
حاصروا بيت المقدس، بعد ذلك استسلموا على أن يسلموا المفاتيح لعمر. أرسل أبو عبيدة بن الجراح لعمر أن ائتي. جاء عمر بموكب، لا جاء عمر رضي الله عنه. قضية ما هي عزة ينعجب بشكلي ولا يشوف مظهري ولا مجموعة عندي ولا قافلة ولا موكب ولا كذا. قضية الدين، احنا قوم عزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لا تفكر بهيئتي. ولا بشكلي ولا بشكل فلان ولا بكذا. فقال هذه الكلمة العظيمة، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، عزتنا بالإسلام، يعني ابتغينا العزة بغيره، بمظاهر، بجاه، بمنصب، أذلنا. قال لقد على أمرك ولا كذا، حلت ذي يزن عليك يا أسامة. طالع أسامة كذي يقول له، قال أنا خير من ذي يزن وأبي خير.